السلام عليكم. دلوقتي احنا عايزين نصدر الشغل اللي احنا عملناه على الفيديو للبي دي اف، هتلاقي حاجات كتير جدا سهلة الموضوع. هتقول له فايل وتقول له سيف از، وتختار بقى ماي كمبيوتر، وهتلاقي تقدر تصدره للاوتوكاد، دي اس اف، اتش ام ال، صور، البي دي اف. هو تقدر تصدر بي دي اف. طيب ممكن تقول له انا عايز اطبع برنت، تختار طبعة مكتوب فيها بي دي اف او كيو بي دي اف او ادوب بي دي اف حسب الطبعة اللي انت مصدرها. كل دول هيصدروا للبي دي اف. شير، ممكن تقول له انا عايز اعمل ايميل وتقول له سند از بي دي اف، هيحول لك اللوحه دي البي دي اف ويروح هتحطها في الايميل كاتشمنت، تقدر تبعتها كاتشمنت. طيب ايه تاني؟ ممكن تقول له اكسبورت وتختار ان انت عايز تعمل كريت للبي دي اف.